السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب خمسة ابتدائي، أهلا بيكم ورجعت لكم تاني مع Lesson 1 من Unit 10 منهج كونكت الترم التاني، الوحدة بعنوان Let's Visit Egypt يعني يلا نزور مصر. Lesson 1 بعنوان We Love Alexandria، احنا بنحب اسكندرية. كلمات عندنا، أول حاجة نعناع mint. مأكولات محلية أو شعبية local cuisine أو cuisine اللي هو المأكولات الشعبية، يعني الحاجات المميزة لكل بلد بنقول عليها كويزين، يعني الأكل المصري مثلا ممكن أقول Egyptian food أو Egyptian كويزين أو كوزين. أثر monument في الأصل originally، جاء من original يعني أصلي، من غير ال y دي original يعني أصلي، origin يعني أصول أو أصل، original أصلي، originally يعني في الأصل. أجازة vacation سائح tourist مطعم restaurant الايه بعدها يو نطق اوف هولي restaurant متجر او محل store هي شوب، بس store American وشوب British هي سوق، يعني market متحف museum شاطئ beach bank زي ما هي مطعم factory مكتبة library حديقة على السطح roof garden فندق hotel supermarket مدينة صغيرة town ال o u وال o w قلنا قبل كده بنطق ايه او فقولي town مركز تسوق shopping mall ال a بعدها ال ال بنطق او برضو فقولي mall مش مول mall محطة station ميدان square يعني ميدان التحرير مثلا نقول ايه تحرير square. حلو المذاق sweet معناها حلوة أو مسكر أو حاجة حلوة، يعني الحلاوة اسمها sweet، الحاجة مسكرة برضو اسمها sweet. التسوق shopping جميل lovely، عندك lovely عندك beautiful عندك pretty، كل دي معناها جميل. يخلط أو خليط mix بتيجي اسم وفعل، يعني خليط mix ويخلط برضو mix، حديث أو حاجة جديدة يعني modern مريح relaxing، يعني من relax يستريح relaxing معناها مريح، دي الصفة منها. relaxed بقى لو هتطلق ايدي يعني relax، شلت الـ ing دي وهتطلق ايدي بقى تمي مستريح أو مستريح. يعني دولة ألمانيا Germany تقليدي traditional مقادير المقادير بتاعت الأكل مثلا ingredients ودود أو طيب، يعني friendly مش friendly، كل ما يجي حد يقرأه ليه friendly يا عم الحاج، لأ friendly على طول، ما تقفش على دي بتتنطق على خفيف كده، ما تشيلهاش خالص ما تنضغش قوي، يعني فقول ايه friendly. تعداد السكان population وخلي بالك الفرق بين population و pollution أو pollution اللي هو التلوث، برضو الناس بتتلخبط فيها يختار لي دي مكان دي population اللي هو تعداد السكان أو عدد السكان. culture اللي هي الثقافة culture قلنا T-U-R-E دايما تنطق ايه culture تقاليد traditions Barcelona الاي بعضها قررت نطق اه والاي دي مش هتنطق فولي Barcelona انجلترا England. طيب الافعال بتاعتنا يزور visit الماضي visited يذكر ان يفتكر اسمها remember، وما لا يفكر حد اسمها ايه remind، يفتكر لوحده remember حد يفكره او يفكر حد اسمها ايه remind يذكر، التانية يتذكر يفتكر لوحده remember، حد يفكر حد دي اسمها ايه بقى remind الماضي reminded own يمتلك owned مش owned برضو owned
يقدم طعام serve الماضي served 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 ينتقل move الماضي moved moved مش moved الاي دي متنطقش اد اللي قبلها تي او دي زي دي كده وزي دي كده وزي دي برضه فقولي visited نطقها اد دي reminded وما لغير كده owned served moved برضه ينتقل move moved chat chatted عشان قبلها تي فانطقها اد بقى تد chatted chatted يفكر think الماضي thought يقضي spend الماضي spent يجد find والماضي found يقضي وقت طويلا مع spend ages ages معناها أعمار أو وقت طويل أو سنين يعني spend ages يدردش مع chat to أو chat with chat to somebody أو chat with somebody إنك تتكلم معي near the sea يعني بالقرب من البحر remind me of يعني فكرني بحاجة أو يفكرني بحاجة borrow box يستعير كتب add a station في المحطة show حاجة around يعني ياخد شخص في جولة يعني مثلا I will come to visit you and you will show me around your city هتفرجني على المدينة بتاعتك أو تاخدني في جولة في المدينة بتاعتك يفضل and prefer to وبيجي بعدها طبعا فعل في المصدر في عطلة أو في أجازة on vacation on vacation on vacation يتجول walk around مش around كل ما جي حد يقرأ له walk around يعمل حاجة around مش around walk around mix of يعني خليط من take the train يعني يركب القطر أو يستقل القطار اللي هو go by train يعني take the train هي إيه go by train يتحول إلى ملابس turn into clothes ودي clothes مش clothes 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 لو شلت الـ ES الـ ES اسمها cloth اللي هو القماش كده اسمها clothes مش clothes clothes يكتشف find out بتساوي discover يكتشف find out أو discover يعني يكتشف طيب المين بوينتس بتاعت القطع بتاعتنا أول حاجة بقول لك جينز is visiting Alexandria from Germany جينز ده واحد جاي يزور اسكندرية هو من أصلا من ألمانيا يعني جاي يزور اسكندرية جينز loves sitting حاولنا قبل كده أي فعل بعده فعل بحط الفعل التاني ing فلوف فعل وست فعل فجاي بعدها فعل حطيت ing جينز loves sitting in the roof garden of the hotel بيحب يقعد في حديقة السطح اللي موجودة في الفندق اللي هو قاعد فيه حنان owns a restaurant in Alexandria حنان عندها مطعم في اسكندرية the restaurant serves traditional Egyptian food والمطعم ده بيقدم أكل مصري تقليدي كشري بقى وفول وطعمية وحاجات من دي Kira and Lina loves shopping in Alexandria Kira ولينا هما كمان بيحبوا يتسوقوا من اسكندرية كريم is originally from Cairo كريم أساسا من القاهرة بس عاش في اسكندرية وكمان Paulo likes Alexandria because it reminds him of home باولو بيحب اسكندرية شكله باولو كده من اسمها ايه من اليونان هما هي اللي شبه اسكندرية شوية لان هي بتفكره بوطن هوم خلي بالك معناها بيت او منزل او وطن برضو يعني لك Egypt is my home مصر وطني I like to drink tea with شاي بايه شاي بنعناع طبعا يعني المشروب التقليدي بتاع المصريين We had lunch at Italian Air yesterday كان الغداء او تغدينا انا اتغدى فين اكيد في المطعم restaurant I usually go to A to read my favorite books. هنقرأ كتب فين؟ أكيد في المكتبة برضو. Library. طيب, why we love Alexandria? احنا بنحب اسكندرية ليه؟ قالك Alexandria is a really exciting place to visit. اسكندرية مكان رائع للزيارة. There is a lot to see and do here. في هنا حاجات كتير تشوفها وحاجات كتير تعملها. It's a big city with lots of amazing restaurants, stores, markets and museums. مدينة كبيرة وفيها كمان مطاعم كبيرة أو مطاعم كتيرة مطاعم جميلة ومحلات وسواق ومتاحف There is even a beach حتى فيها شط يا سبحان الله اسكندرية على البحر المتوسط فيها شط يا حكمتك يا رب فيها كمان شط We asked some people who live there and tourists what they think سألنا بعض الناس اللي عايشين فيها وبعض السياح اللي جايين يزوروها عن رأيهم فيها أول واحد جينز قالك I am visiting Alexandria from Germany أنا جاي أزور اسكندرية من ألمانيا أنا جاي من ألمانيا عشان أزور اسكندرية بمعنى أصح I think it's really cool here بتهيألي الجو هنا حلو قوي I think there are some good museums فيها كمان متاحف حلوة but I haven't been to any yet بس ما روحتش ولا واحد فيهم لسه I love just sitting in the roof garden of my hotel أنا عجباني قوي القعدة على حديقة اللي موجودة على السطح بتاع الفندق اللي أنا قاعد فيه drinking sweet Egyptian mint tea و
واشرب شاي بنعناع المصري لذيذ، and chatting to other people، وادردش مع الناس التانية او الناس اللي حواليا يعني، it's very relaxing. الموضوع ده مريح جدا. اللي بعده حنان. حنان بتقول لك I have lived in Alexandria all my life. حياتي كلها مقضية في اسكندرية. I own a restaurant here so I have to stay. I have to say that you must visit my restaurant to try some of the local cuisine. يعني انا قضيت حياتي كلها هنا، فانا لازم اقول لك انك لازم تيجي تزور المطعم بتاعي عشان تجرب بعض الاكلات التقليدية المصرية بتاعتنا. We serve traditional Egyptian food using lovely fresh local ingredients. بنقدم الاكل المصري التقليدي باستخدام المكونات الطازة الجميلة بتاعتنا. We have excellent supermarkets. كمان عندنا سوبر ماركتس رائعة جدا. But I prefer to buy my ingredients at the market in the old town. بس انا بحب اشتري المكونات بتاعت الاكل بتاعتي من السوق اللي موجود في المدينة القديمة. كيرا ولينا. كيرا ولينا بقى قال لك ايه؟ We are from a small town in England. احنا من بلد صغيرة موجودة في انجلترا، مدينة صغيرة في انجلترا. The stores aren't very good there. المحلات اللي هناك مش حلوة قوي. That's what we love most about Alexandria. ودي اكتر حاجة عجبتنا في اسكندرية. The shopping malls. الاسواق اللي فيها او المولات بتاع التسوق. We spend ages walking around them. بنقضي حياتنا بنلف فيها يعني، بننسى نفسنا واحنا بنلف في المولات دي. We like the people. كمان بنحب الناس اهل اسكندرية. They are so friendly. الناس ودودة وطيبة قوي. كريم قال لك I am Egyptian. انا مصري. Originally from Cairo. اساسا من القاهرة، مولود في القاهرة يعني. I moved to Alexandria last year. نقلت اسكندرية السنة اللي فاتت. And I love it here. وعجبني قوي العيشة هنا. I work in a bank. انا شغال في بنك. My favorite place is the beach. اكتر مكان حبه او بحبه روحه هو الشط. There isn't one in Cairo. طبعا مفيش شط في القاهرة. It can get very hot here in summer. الدنيا بتبقى حر هنا قوي في الصيف. So it's great to go there and swim. فمن الرائع جدا ان انا اروح على الشط واعوم. اللي بعده باولو قال لك I am on vacation here from Barcelona. انا من برشلونة وجاي اقضي اجازة هنا. I like Alexandria because it reminds me of home. بحب اسكندرية عشان بتفكرني ببلدي بوطني. A big modern city near the sea. مدينة كبيرة حديثة قريبة من البحر. I love the mix of modern and old buildings. عجبني قوي الخليط اللي موجود في اسكندرية بين المباني الجديدة والقديمة. Also I like to find out about the culture and traditions. كمان عايز اتعلم اكتر او اعرف حاجات او اكتشف حاجات اكتر عن الثقافة والعادات اللي موجودة هنا. The library is amazing. المكتبة كمان رائعة. بس يا شباب نيجي بقى على تدريبات الدرس الاول. هسيبكم نجيب لكم السؤال بتاع الليسننج. طيب السؤال الاول بيقول لك يا سيدي I am Omar. I am Egyptian. I am from Cairo. I moved to Alexandria last year. I work in a bank. My favorite place is the beach. There isn't one in Cairo. It can get very hot here in summer, so it's great to go to the beach and swim there. نفس القطعة اللي احنا صارينها بتاعت كريم، بس غيروا الاسم خلوه عمر يعني. اقول لك عمر is from Cairo. ايوه عمر من القاهرة. عمر moved to Alexandria last month. لا هو last year مش last month. عمر works in a hospital. لا عمر شغال في بنك مش في مستشفى. It's great to go to the beach and swim there. ايوه. طيب بعد كده بقول لك why do you. احنا قلنا اي سؤال بيكون ايه؟ الاستفهام اهو فعل مساعد وبعدين فاعل وبعدين فعل. دو بيجي بعدها فعل في المصدر. مين في دول الفعل في المصدر؟ فاضل لاف وجو. طيب ده سؤال، ده منتهي بعلامه استفهام من غير ما اقرا الجمله، يبقى ده نمبر 1 بس كده. واي دو يو لاف Alexandria؟ ليه انت بتحب اسكندريه؟ وبعدين اصلا بادئ بدايه استفهام، مفيش حاجه فيها فعل فيها ده استفهام الا دي بس. طيب اي موفد تو، هات لي بعدها مكان بقى. اي موفد تو، فين المكان اللي هنا؟ كايرو. يبقى ده نمبر 2. شي بايز فروتس، تشتري فاكهه من السوق يعني، تشتري فاكهه من حاجه مكان بيتباع فيه فاكهه. فين؟ ذا ماركت. اي بريفير تو، بيجي بعدها فعل في المصدر برضو. ما عادش عندنا فعل في المصدر الا مين؟ جو تو ذا بيتش، بفضل ان انا اروح الشط. طيب ذا ريستورانت سيرفز، المطاعم بتقدم تراديشنال ايجيبشن فود، اكل مصري تقليدي.
طيب بقول لك Alexandria is a really exciting place to visit. There is a lot to see and do here. It's a big city with lots of amazing restaurants, stores, markets and museums. There is even a beach. My friend is visiting Alexandria from Germany. He thinks it's really cool here. He thinks there are some good museums. He loves just sitting in the roof garden of his hotel, drinking sweet Egyptian mint tea and chatting to other people. It's very relaxing. برضه تقريبا نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه في قطعه بس بتغييرات بسيطه. طيب بقول لك يا سيدي، اول حاجه my friend likes drinking mint tea in the ايه؟ هاي؟ روف جاردن. هو مفيش هوتيل روف جاردن اهي، هاتش بلم جاردن تحت دي. So underline word exciting. Exciting شيق معناها wonderful. عندك bad دي صفه سيئه، وugly وboring ثلاث صفات وحشه، ف exciting شيق او مثير، مفيش الا wonderful هي اللي تنفعها. السؤال اللي بعده بيقول لك summarize the first paragraph in one sentence. لخص الباراجراف الاولاني في جمله. الباراجراف الاولاني ده اللي هو فين؟ اللي هو ده. Alexandria is a really exciting place to visit. وكمان او ممكن اقول Alexandria has، بص اقول ايه، هتشيل اتس دي تكتب مكانها Alexandria، التي هتشيلها تحط مكانها Alexandria بس. يبقى Alexandria is a big city with lots of amazing restaurants, stores, markets and museums. There is even a beach. بس دي الجملة بتاعتي من أول هنا كده، هتشيل بس ات تحط مكانها Alexandria، يبقى Alexandria is a big city من أول هنا لحد دي. بس ده تلخيص الباراجراف الأول. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك give one reason why the writer's friend likes to visit Alexandria. اديني سبب واحد ليه صاحب الكاتب، مش هو بيتكلم عن صاحبه، ليه صاحبه ده بقى بيحب يزور اسكندريه. It's really cool here. He thinks there are some good museums. اي ادي سبب واحد بس، ادي السبب رقم اربعة، وده هيبقى السؤال رقم ايه؟ ثلاثة. طيب نيجي على الترتيب. فيوم is the oldest town in Egypt. فيوم هي أقدم مدينة في مصر. أنا مش متأكد من المعلومة يعني، بس هو ده ترتيب الجملة. My friend صاحبي، ما هي my دي لازم يجي بعدها مملوك. My friend ده الفاعل، بيجي بعده فاعل وبعدين مفعول به. بس my friend is from Barcelona. There is a big، إيه اللي أنا بعمله؟ There is a big station in my town. في محطة كبيرة في مدينتي. What is your favorite place؟ ايه مكانك المفضل؟ علامة التقييم لا I طبعا capital. I want to borrow some books. مفيش حاجة تانية غير الفول ستوب في الاخر. Who is from Alexandria؟ هو كده كده معمولة capital اصلا. وAlexandria اسامي البلاد والمدن بتتعمل capital. وفي الاخر طبعا بدأ بدأت استفهام، يبقى نحط علامة استفهام. بعد كده عايزك تكتب لي a visit to Alexandria، زيارة لإسكندرية. نفس القطعة اللي احنا صارينها دلوقتي، قول لي بقى الحاجات اللي احنا قلناها دي بس عن نفسك. يعني مثلا ايه؟ I visited Alexandria last year. زرت إسكندرية المرة اللي فاتت. I went to the library. رحت المتحف. The museum. آسف، رحت المتحف. It's big and has many monuments. كبير وفي آثار. I visited the library. I borrowed and read some books there. زرت المكتبة وقريت كتب هناك. It's very big and it has a lot of books. كبيرة فيها كتب كتير. I went to the beach. I swam in the sea and played with my friends on the beach. رحت الشط، لعبت مع أصحابي وعمت في البحر. رحت قلعة قايتباي وشفت القلعة، ورحت الأكواريوم متحف الأحياء المائية اللي ورا القلعة دوت، وشفت فيها أسماك وهكذا. احكي لي عن اسكندرية، إيه اللي ممكن يتعمل أو يتشاف في اسكندرية. كده يا شباب يكون خلص الدرس الأول في الوحدة العشرة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وانتظروني إن شاء الله في فيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.